لشهداء انتفاضة آذار الكردية 2004. المجد والجلوس لشهداء مجزرة حلبجة. المجد والجلوس لشهداء السيف والإبادة الجماعية 2015 التي راح ضحيتها الشعب السرياني الأشوري والأرمني. المجد والخلود لشهداء سيميل. المجد والخلود لروح مشعل تمو. لروح نصر الدين بلعت. لغياث خطر، لحمزه الخطيب، لمصطفى قاشوش، لكل شهداء الثوره السوريه من اجل الحريه والكرامه. الحريه للمعتقلين لحسين عيسو وشبان ابراهيم وجميع معتقلي سوريا، سليمان الشمر وسواهم. الشفاء للجرحى والعوده الامنه الكريمه لاخوتنا المشردين الذين هم في قلوبنا جميعا. نحن السوريين لا فرق بين كردي وعربي وسرياني واشوري، مسيحي ومسلم ويزيدي، لا فرق بين الجميع. تظللنا سوريا الواحدة الموحدة، تظللنا وطنيتنا الجامعة. هذه هي أهم نتيجة للثورة السورية. من ثم أتوجه بالتحية لشباب القامشلي الأحرار الذين كسروا حاجز الخوف وحطموا جدران الصمت، وها هم يعبرون بطريقتهم الحضارية الرائعة عن هذه الوحدة الوطنية بقدر حرصهم على السلم الاجتماعي وقيم العيش المشترك. القصاصات والبيانات التي قرأتها اليوم والتي وزعت تنم عن وعي عميق وعن فكر حساس ورايه لأبناء سوريا تجعلنا نثق بمستقبل سوريا حرة تكون من كبير. ما أحلى هذا اليوم حيث يرتفع علم الاستقلال مع العلم الكردي مع العلم الأشوري. أخوتي، هذا هو رصيدنا الحقيقي، أن نكون لبعضنا وأن نكون مع بعضنا دوما من أجل أن نبني سوريا مستقلة، سوريا تكون دولة ديمقراطية علمانية تعترف بالتنوع القومي وتعترف دستوريا بالهوية والوجود القومي للشعبين الكردي والسرياني الأشوري ضمن وحدة سوريا أرضا وشعبا. بعد سنة وفي الذكرى السنوية الأولى لهذه الثورة المباركة نتمنى على الجميع أن نعود إلى تأصيل الشعارات التي ارتكزت عليها ثورتنا المباركة. هذه الشعارات التي تؤكد على السلمية وتؤكد على وحدة الشعب السوري وعلى الوفاء للشهداء وعلى الوفاء للمعتقلين. سوريا جديدة سنبنيها معا جميعا. سوريا تليق بنا وبحضارتنا وتليق بمستقبل أجيالنا. فوركتم عاشت سوريا وطنا حرا لجميع أبنائها. عشتم وعاشت سوريا.